حلقة الليلة أول مرة غادي نعرفها بتفاصيلها. حلقة الليلة غادي نديكم معايا زمن نبي الله يحيى عليه السلام، اللي بزاف منكم سولني على القصة ديالو مع بني إسرائيل، علاش تقتل وهل صحيح أنه ذبح. ما تمشوا فين وخليكم معايا باش تسمعوا تفاصيل هذه الحلقة الرائعة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. نوعا ما وعدتكم بها باش انني نطلع لكم، ولكن سمحوا لي لحقاش حسيت بلي انني شويه عييت وارتحيت. الناس اللي متابعيني على انستغرام كيعرفوا اليوميات ديالي كيفاش كيدوزوا، كأم كيوتيوبرز كباحثه في محتوى انها تفيدكم. دونك ماشي سهله هاد المسؤوليه، داكشي باش حاولت انني ناخذ واحد الاستراحه نتاع نهار وانا رجعت لكم من جديد بقصه اللي طلبني منها العديد منكم. ما تعطلوش اكثر وخلي نقول لكم بلي انه سؤال حلقتنا الماضيه كان هو من هو اول شخص صام، وصراحه ما كنتش منتظره انه اكثر من نص اللي غادي يجاوبني بالجواب صحيح اللي هو سيدنا ادم عليه السلام واللي انا ما كنتش عارفه. اما سؤال حلقتنا اليوم هو كم كان العمر ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حين بعث؟ الاجابه غادي ننتظرها لتحت في التعليقات. وقبل ما نبداو في حلقه الليله ما تنسوش انكم تدعموني لتحت بالضغط على زر الاعجاب، ما كيطلب منكم حتى شي حاجه، واحد الحركه اللي بسيطه باش تفرحوني وتعطيو فرصه لهذا المحتوى انه يبان أكثر والفائدة تعم. خليني ما نطولش عليكم ونقول لكم لنبدأ. سيدنا يحيى عليه السلام هو ابن نتاع سيدنا زكريا، وذكر في القرآن الكريم حيث قال الله عز وجل يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وصف الله عز وجل بالتقوى، وقد كان نبي الله يحيى عليه السلام من الأشخاص اللي هما المتقين الذين يحبون الله عز وجل وزاهدا في الحياة الدنيا. سيدنا يحيى عليه السلام كان كيحب طيور والصحاري وجميع خلق الله في أرضه. باختصار مفيد نبذة صغيرة على سيدنا زكريا. سيدنا زكريا كبر وربي ما رزقوش بالأولاد، وبدا كيطلب من مولانا ليالي وليالي وكيدير قيام الليل. إذ نادى ربه نداء خفية، دعا مولانا وسأله بنداء خفي يعني سرا. مولانا يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. شنو طلب من مولانا؟ قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية. بمعنى يا ربي إذا ضعف العظم اللي هو العماد نتاع البدن فراه ضعف غيره، واشتعل الرأس شيبة حيث الشيب هو دليل الضعف والكبر ورسول للموت. سيدنا زكريا غادي توصل مولانا بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله حيث كيدل على التبري من الحول ومن القوة وتعلق القلب بحول الله وقوته. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يا ربي ما غاديش تردني خائبا ولا محروما من الإجابة، وباقي الألطاف ديالك تتولى عليا وإحسانك باقي مستمر عليا. سيدنا زكريا كيتوصل مولانا بالنعم ديال مولانا اللي رزقوا عليه وإجابة دعواته السابقة، فاسأل مولانا باش أنه يتمم إحسانه لاحقا. ويا ربي راني ما دعيتك بشي أمر إلا واستجبتيه ليا، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي راضيا. بمعنى يا ربي رزقني بواحد العبد اللي هو صالح ترضاه وتحببوا للعباده ديالك. قالوا لأنه سأل الله ولد ذكرا صالحا باش أنه يبقى من بعد الموت ديالو ويكون وليا من بعده ويكون نبي مرضيا عند الله وعند خلقه ويورثوا في النبوة والدعوة إليه. الملائكة في هذه اللحظة كانت كتسمع هذا النداء نتاع هذا النبي اللي ابتلاه الله أنه ما رزقوش الولد. الأنبياء كلهم هم أشد بلاء من الناس. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. مرتي يا ربي راه ما كتولدش وأنا راني كبر في السن، ولكن مهما هادشي أنا كنطلبك أنك ترزقني بالولد. تخيلوا ما قطعش الأمل، بقى مستمر على هذا الدعاء لليالي اللي هما طوال، حتى واحد الليلة غادي تجي عنده الملائكة وتقول له يا زكريا إن الله عز وجل يبشرك. قال لهم باش يبشرني؟ قالوا ليه تيبشرك بولد اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، اسما موافق لمسماه. يحيى يحيى حياة حسية ويحيى حياة معنوية واللي هي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين، وهذا الاسم ما تسمى به حتى شي حد من قبله. فالله أكبر، مولانا اللي سماه. انا تيبشرني مولانا بولد؟ كيفاش امرأتي عاقر وانا كبرت في السن؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يا زكريا مولانا اللي خلقك من لا شيء قادر على انه يرزقك وانت كبر في السن، وقادر يرزقك وحتى انه مرتك عاقر.
زكريا لما جاتو هاد البشرة مشى فرحان، حيت عرف بلي هاد الولد اللي سماه مولانا يحيى ما غيكونش كأي واحد، ولكن نبي من الأنبياء وسيد من الصالحين. قال ربي اجعل لي آية، زعما شي علامة ودليل على وجود هادشي باش وعدتيني به، باش تستقر نفسي ويطمئن قلبي بداكشي اللي وعدتيني. قال ليه مولانا آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. قال ليه مولانا عز وجل الآية ديالك والعلامة ديالك أنك ما تكلمش الناس 3 أيام ما تنطقش فيها، فقط كلم القوم ديالك غير بالإشارات. دازت الأيام وفعلا نبي الله ما كيتكلمش مع الناس، فخرج على قومه من المحراب من المكان ديال العبادة دياله، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، زعما أشار إشارة خفيفة سريعة وذكرهم بالعبادة. صلوا أول نهار وآخر نهار، رزقوا مولانا بغلام صغير اللي غادي يكون نبي يحيى عليه السلام، اللي هو ابن خالة عيسى عليه السلام. غادي يكبر يحيى في بيت النبوة في بيت زكريا اللي هو الأب دياله، نبي ابن نبي، اللي كان كيتربى على الإيمان وعلى الطاعة، وهو صغير ربي عطاه الحكمة والعقل والحكم. مرة من الأيام وهو صغير كانت يلعب مع الصبيان وعيطوا عليه، قالوا ليه يا يحيى بن زكريا؟ قال لهم نعم. قالوا ليه أجي لعبوا. دار لعندهم وقال لهم ما للعب خلقنا، وآتيناه الحكمة صبية، زعما أعطيناه الفهم لكتاب الله وهو باقي صبي، أعطيناه الإيمان والحكمة. فمن الطبع ديال سيدنا يحيى عليه السلام هذا النبي التقي كان تيخرج بزاف للغابات وكيتسارى ما بين الأشجار وتياكل منها وكيشرب من الأنهار وتيجلس يبكي خشية من الله. واحد النهار غادي يغبر عليه السلام وبداو كيقلبوا عليه 3 أيام ما لقاوش. حتى دازت هذه المدة لقاو حفرة وجلس فيها وتيبكي. سولوه يا يحيى اش كدير هنا؟ قال با سيدنا زكريا يا أبي ألم تخبرني أن بين الجنة والنار مفازا لا يقطعها إلا البكاؤون؟ قال لي نعم يا بني. قال ليه إني أبكي لأجل أن أقطع هذه المفازة. كان يحيى عليه السلام من أشد الناس زهدا في الدنيا، كان تياكل من الورق نتاع الشجر وكيشرب من الماء نتاع النهر، وكان كيجلس الأيام ما تياكل ما تيشرب، تيجلس مع الفقراء والمساكين، وما كان تيلبس من الملابس إلا ما زاهد الناس فيها، كان زاهد في الدنيا لله فقط. كان وقت ما كيجلس مع القوم ديالو تيذكرهم بمولانا، كيبدا كيبكي لما كينصحهم، وكان من أشد الناس برا بوالديه، وما كان كيرفض لهم حتى شي حاجة، كان بار بأبي سيدنا زكريا وبالأم ديالو واللي هي الأخت نتاع سيدتنا مريم عليه السلام. سيدنا يحيى كينتمي لواحد الأسرة اللي هي عظيمة، هاد الأسرة اللي خرج منها هاد الصبي اللي عاش على الإيمان وتربى فيه. هادشي باش قال لنا مولانا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، زعما سلامتهم من الشيطان والشر والعقاب في هذه الأحوال 3، وباللي أنه سالم من النار والأهوال ومن أهل دار السلام. سيدنا يحيى عاش مع باه الشيخ الكبير في حياة مليئة بالإيمان والعبادة وزهد، ولكن بني إسرائيل اللي قتلوا بزاف ديال الأنبياء ما غاديش يخليو زكريا. سيدنا زكريا غادي يسيق الخبر بلي أنه بني إسرائيل ناويين يقتلوه ويذبحوه ويخرج من داره، هو غادي يهرب في الغابة تبعوه. وهنا كانوا هزين واحد المنشار، سيدنا زكريا كانت بنت ليه واحد الشجرة تفتحت ليه بإذن من الله، ندخل ليها وتسدات. في هذا الوقت تخيلوا، في هذا الوقت كان إبليس حاضر، خد الجزء من ثوب ديال سيدنا زكريا وخرجوا من ديك الشجرة. وهنا إبليس غادي يوري البنو إسرائيل مكان تاع سيدنا زكريا، تلموا عليها وبداو تنشروا فيها، وكان فص منها نبي الله سيدنا زكريا. لما وصل المنشار لنبي الله بدا كيئن من داك الألم، وهنا قال لي مولانا تعالى يا زكريا لئن لم يسكت أنينك لأقلبن الأرض بمن فيها. سيدنا زكريا غادي يسكت علاش؟ رحمة بأمته. وهنا غادي نشروه نصفين اثنين، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قيل بلي أنه كاين واحد الصخرة في فلسطين لتذبح عليها 70 نبي، أما القوم تاع بني إسرائيل تيكذبوا الأنبياء وكيستهزئوا منهم أو تيقتلوهم ويذبحوهم. هما ذبحوا سيدنا زكريا، شكون اللي بقى دابا؟ بقى ابنه يحيى عليه السلام الشاب اللي كينها عني المنكر. أنا ذيك الوقت كان واحد الملك من الملوك اللي كان عارف بلي أنه سيدنا يحيى من الأنبياء، هذا الملك أحب واحد المرأة من الرحيم ديالو فبغى يتزوجها، وكان في الشرع ديالهم انه ما كيحلش لهم انهم يتزوجوا من الرحيم ديالهم. فقبل ما يتزوجها كانت هاد الفتاه كتقرب من الملك باش انها تكون معاه، كانت امها كل نهار كتزينها وكتصيفط على هاد الملك. قال لها هاد الاخير غادي نتزوج بك بشرط. قالت لها ما هو؟ قال لها انني نسول نبي الله اذا اذن لي نتزوج بك.
غادي يجي يحيى وقال ليه هاد الملك واش يجوز انني نتزوج من هاد المراه. وكان يحيى متعلق بمولانا فقال ليه لا يجوز. الملك هنا غادي يحبس. جات عنده الفتاه كتسولو فخاش تزوج بيا؟ قال لها اذا كنتي قبلتي بالشرط راني سولت نبي الله وراه نهاني. حزنات وتضايقات ومشات قالتها لما. ما قالت لها تزيني وتجملي للملك وفتنيه. فعلا لما الملك بغى يقرب منها قالت ليه ما غادي تقيسني حتى تطبق الشرط ديالي الوحيد. قال لها ما هو؟ قالت لي انك تذبح يحيى وتجيب لي راسه. قال لها صافي سهله، غادي يصيفط الجنود ديالو وقال لهم جيبوا لي الراس نتاع يحيى. يحيى نبي الله المؤمن الزاهد التقي الورع البكاء الرجل الحكيم. فدخلوا عليه وهو تيصلي في المحراب ديالو وجابوا ليه السيف من فوق من راسه وقطعوه ليه. هزوا الراس ديالو وداو لعند الملك الجبار ومعاه هذيك المراه اللي فتناتو. لما وصلوا داك الراس لعند الملك فرحات البنت وهي تحطو فوق من راسها ومشات كتبشر امها والراس غادي يتكلم ويقول لا تحل له لا تحل له، هذا هو النبي اللي تكلم من بعد الموت ديالو. وهنا مولانا غادي يعطي الاذن بالعذاب ديالو، بمعنى الارض فاذا بها غتبدا كتسرط هذه الفتاه والجواري والخدم والام ديالها كلشي كيغوت. لما بلعتها الارض حتى وصلت لكتافها قالت امها الحرس قطعوا لي راسها باش نتسلى به من بعد الموت ديالها، غير هما قطعوا ليها الراس الارض غادي تلوحها. باختصار جد مفيد، كما تدين تدان، لقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال ابن عباس رضي الله عنه أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه. وهكذا قتل زكريا ويحيى عليهما السلام. هذه هي حكايتنا الليلة. هذوما بني إسرائيل إذا ما قبلوش شي نبي من الأنبياء يا إما كيقتلوه يا إما كيذبحوه أو لا كيكفروا به أو لا كيطردوه. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تنتمنى أنه استفدتوا من حلقة الليلة والناس اللي ما كانوش عارفينها قدروا يعرفوها وقدرت أنني نوصلها لكم بطريقة جميلة. ما تنسونيش أنكم تقتلوا زر الإعجاب. دمتم في رعاية الله وحفظه. نتلقوا في مقاريب. سلام. سلام.